بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اتقي المدلسي. شوف السيد تقي طال عمرك قالوا له الشيخ ياسر الحبيبي يقول عنك الأخرق. هذا نقلها لي بعض الخواص وسأل من قالوا للسيد تقي المدلسي ان الشيخ ياسر الحبيبي يعبر عنك الأخرق. شنو قال السيد؟ شوف أنا وايد عجبني رد السيد، وحقيقة السيد تقي كبر في عيوني من خلال ده الجواب. يعني الناس شو تعرفهم؟ الإمام عليه السلام الله عليه يقول تكلموا تعرفوا، يقول المرء تحت لسانه لا طي لسانه. فيقول السيد تقي قال له شنو الإشكال في ذلك؟ خليه يقول الأخرق، ما فيها شيء، هو يرى الظاهر. يعني أنا شافني في مكان معين ملتقي مثلا بشخصية معينة، فهذا الظاهر هو حكم على الظاهر. وعندنا في الشرع انه الانسان يقضي بالظواهر، النبي هم كذلك يقضي بالظواهر بالبينات والايمان، البينه على المدعي واليمين على من انكر. زين، فاكو بعض القضايا تاخذ الظاهر، فهو يقول انا اعطيه العذر، هو حكم علي لما ظهر مني هذا الشيء، بس هو ما يدري أنا شنو نيتي شنو هدفي، ما كان يدري. وأنا أعذره في هذا الحكم، وشنو قال سيتق؟ قال أنا أدعو للشيخ ياسر الحبيب الله يوفقه إن شاء الله. ويقول يعني الشيخ ياسر الحبيب ما يجيب شيء من جيبه، عنده أدلة على ما يقول، وهو دائما يقول القول مني قول محمد وآل محمد. فالسيد تقي يعني أوجد عذرا للشيخ ياسر الحبيب في هذه الكلمة، ويقول أنا أعذره ويقول أنا أدعو له. وفعلا الرجل شغال، يعني قناته ما شاء الله نسمع عالم من هؤلاء الناس قاعدين يتشيعون، ومو بس العوام منهم، في ناس عندهم دكتوراه وماجستير وخبراء مستشارين، وهذا من أكبر النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين خمسة. السيد مصطفى
في كتاباته قال بأن الشيخ الحبيب قدم السيد هادي للصلاة، وكانت مناسبة افتتاح الحسينية، وحضر السيد هادي وقدمه للصلاة، وأنا رأيته بعيني وما شابه من هذا الكلام. الآن نريد أن نتأكد من شاهد كان موجودا في تلك المناسبة، وهو نفس الأخ أمير فوجيان. فماذا يقول الأخ أمير فوجيان؟ طبعا نحن لم نسأل الشيخ الحبيب عن هذه، ولا يعنينا حقيقة هذا الأمر، وليس أمرا جوهريا، ولكن نريد أن نبين هل ما قاله السيد مصطفى صحيح، هل ما قاله صحيح أم لا. ماذا يقول الأخ أمير فوجيان؟ فلنسمع. يعني الشيخ الحبيب ما قدم السيد هادي للصلاة في افتتاح الحسينية؟ يا ابو حسين حبيبي، هذا اجى ورا الصلاة، ما يجي بالصلاة حتى يجي يسلم بالعالم. هو يقول انا شنو بعيوني، يعني شنو؟ يا انت كيف بعيوني؟ نعم، الأخ أمير يقول أنا شفت السيد هادي بعيوني أنه أتى بعد الصلاة، فكيف يقدمه الشيخ الحبيب لإمامة الصلاة؟ ويعني هذه حقيقة من الأمور المبهمة. نرجو أن يعني لا يضيع وقته السيد ولا يصرف الكثير من الجهد لمثل هذه الأمور لأنها مكشوفة. على كل حال، السيد مصطفى ركز على أن الموقف من السيد هادي هذا موقف غير مقبول لدى المرجعية وغير مقبول لدينا. طبعا هو يقصد إظهار الموقف، لأنهم وكما يقول السيد أيضا كانوا غير راضين عن زيارة السيد هادي لذلك الشخص، ولكن اعترضوهم على إبداء الامتعاض، على إبداء الموقف. كانوا يريدون هذا الموقف أن يكون ماذا؟ أن يكون حبيس الصدور وحبيس النفوس. هل بالفعل لم يكن راضين؟ يعني هم يتحججون، يعني السيد يتحجج بالمزاد وقضية اتهام المدرسين وأنها سببت مشاكل. هل بالفعل هذا هو السبب من مقاطعة الشيخ الحبيب أم هناك أسباب أخرى؟ عندما نسمع هذا الكلام الآن الذي يلي سوف تتضح لنا الأمور. أصلا الشيخ نزيدك من الشاهد، كتاب نفس السيد مصطفى راح البيت الشيخ أيام ما كان في كوينزبري هذه المنطقة، راح له بالليل قاعد معه وقال له هذا الشيء. الخميس الجاي الوالد قرر أنه ينزل على المدرسية وقال ما نعوف الشيخ ياسر، ليش نخلي الشيخ ياسر وحده؟ فالشيخ نفسه رد على السيد قال أرجوك خلي السيد الوالد لا ينزل على هذا الشيء. زين هذا أو سألوه نفسه سيد مصطفى، فشنو اللي تغير؟ نعم فعلا، نسألك أيها السيد شنو الذي تغير؟ ما هو الذي تغير؟ من يعني ما هي التغييرات التي حدثت حتى تغيرت مواقفكم؟ أنتم كنتم تؤيدون هذا الإعلان وهذه المواقف من الشيخ الحبيب، وإن كان هذا التأييد في الباطن وغير معلن، ولكنكم بالتالي كنتم تؤيدونه.
ما الذي حدث بعد المزاد وبعد قضية الأرض حتى استنكرتم وأنكرتم عليه ذلك وقاطعتموه؟ الخوف من إعلان مرجعيته؟ لا شيخ ياسر، شيخ الحبيب لا يريد المرجعية. إن كنتم تظنون ذلك فأنتم مخطئون. الشيخ الحبيب لا يريد المرجعية. إذن يتبين لنا أن قبل المزاد وبعد يعني المواقف التي كانت معلنة من زيارة السيد هادي ومن أمور أخرى كانت هي مورد رضاكم، وكنتم تريدون أن تنزلوا للمواجهة مع الشيخ الحبيب ولا تتركونه لوحده، فما الذي تغير؟ سؤال نريد له إجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. العزيز سؤالي الله يوفقك، متى تتحلين عيلنا وتعلن المرجعية لنا حتى أبنائنا وهؤلاء الأخوة المستبصرين تقودنا إلى الأمام بولاية محمد وآل محمد؟ وأشكرك وآسف عن تعبير الإطالة إلى آخره. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. الأخ أبو علي من بغداد، السلام عليكم. أحسنت شيخ. الأخ أبو حيدر من كربلاء، لسؤال لكم شخصيا شيخ، متى تعلن المرجعية لقيادة الشيعة المستبصرين؟ إن لن يرى ذلك اليوم، لن أعلن المرجعية ومن ما. وصل الخبر. طيب الأخ علي شرف من القطيف يقول المرجعية أيها الإخوة مسؤولية عظمى جدا، ولا يعني ينالها إلا من يكون جديرا بها عند صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أرى نفسي جديرا ولا أظنني سأكون جديرا، وإن شاء الله ما أكون جديرا لأنه مسؤولية أريد الفرار منها، خلوني على وضعي. إذا يصير مرجع ما أقدر، يعني الوضع ما يتحمل، مرجع يصير عليه كثير من المسؤوليات، لازم يتحمل الكثير من الأمور، لازم يداري الكثير، نائب الإمام هذا مو أي واحد، لازم يداري، لازم يحسب حسابات كثيرة، مواقفه كلماته ما راح تكون بسهولة يعني يقولها، لأنه لها تبعات لها مضاعفات. عموما لما واحد يصير مرجع يتقيد كثيرا. أنا خلوني حر أقول كلمة الحق، خلوني هكذا، فما أسعى للمرجعية. قلت سابقا يعني كم مرة هذا دا أقول أنه الحمد لله، وإن شاء الله الله عز وجل يعني يبعدني عن هذه المسؤولية، وإن شاء الله يبعدكم عن أن تفتنوني بنفسي أيضا، لأنه هذا كثير دا يتكرر مع الأسف، وما مرتاح أنا من هاي الدعوات والمناشدات. فلا لست أهلا، وفي نفس الوقت مسؤولية أفر منها، وخلوني أنا هالشكل أقول كلمة الحق. سياف أي خلوني على موقعي زين، على موقعي زين. حفظك الله شيخنا. الله يحفظ. طيب. شكرا جزيلا شيخنا. عندك سؤال ثاني، هل حضرتكم مجتهد شيخنا أم؟ هذا السؤال لا يوجه لي، أنا لا أعتقد في نفسي أني مجتهد، هذا السؤال يوجه للآخرين الذين يمكن أن يقيموا. ولا أحد يتطرق إلى هذا الموضوع كثيرا، ده يسبب لنا مشاكل ترى مع الحساد والمناوئين كثيرين، عندنا حساد ومناوئين كثيرين مبتلين بهم، وهو حساسين هم من قضية الاجتهاد والمرجعية وكذا، مع أنه ألف مرة يمكن نافي أنه أنا ماذا أسعى حتى أكون مرجعا، وأم بالغصبا يركبوها على رأسي أنه هذا ده يخطط حتى يكون مرجع في المستقبل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا ألف مرة أنا على فرض خلي نقول هالشكل، يعني أنه أصير مرجع، فأول حكم
أحكم به عليكم عدم جواز تقليدي. خلص انتهى الموضوع. زين ما نريد نفتك صراحة من هذا الكلام. إيش قد حساسية أكو؟ ها شلون وكذا وهذا مجتهد ويدا يصير مرجع وبعدين راح كذا وما أدري شنو. يا عمي أنا مو في هذه المنافسات، والله أنا لست أنافسكم في شيء، خلوني بحالي، أنا دا قاتل على جبهة حرب لمن حاربكم، أنا في ذاك الميدان ماشي، خلونا. فالإخوة المحبين يعني الأخ جزاه الله خيرا وكذا، يعني أرجو منه من البقية يعبروا على هذا الكلام. شكرا مجتهدنا، العفو، شكرا شيخنا. لا إله إلا الله. إحنا ما جايين ترى نقصي أحدا ولا ننافس أحدا. مرة أخرى أكرر، أنا شخصيا ليس عندي طموح مرجعي، والله يأخذ بحقي ممن يبهتني في ذلك في هذا الوسط، في الوسط الشيرازي الذين يقولون إنه يحضر لمرجعية ويريد أن يسحب مرجعية ويطرح مرجعية بديلة في المستقبل ولهذا السبب يحاربوننا، وكأن المرجعية سلعة تباع وتشترى. أنا أعرف حجمي جيدا، أعرف أنني لست أهلا لهذا المقام ولا أخطط له ولا أرسم له، فلسنا ننافسكم، اطمئنوا، لسنا ننافس أحدا. وأسمع أيضا مع الأسف أقاويل أن البعض يقول إيه إحنا بس السيد المرجع يروح الله يطول عمره هو الشيخ راح يكون هو مرجعنا، وإحنا يرضى لو ما يرضى هو مرجعنا وكذا. لا، هذا كله باطل عندي، هذا ما أقبله أبدا أبدا، ما أقبله، ولا هم مني ولا أنا منهم. لم ندعي قط أننا نمثل المرجعية الشيرازية العظيمة، هذا حتى يكون واضح. أنا شخصيا لست ناطقا باسم هذه المرجعية ولا أمثلها، ولا أقول أن كل آرائي هي آراؤها، ولا أقول أن كل مواقفي هي مواقفها، إنما الذي أقوله هو هذا بالتحديد، أنا متسقف بهذا السقف المرجعي. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أنه نحن لنا أن نتحرك في الواقع، في التبليغ، في البحوث العلمية، في أي شيء كان، نتحرك يمينا يسارا أماما خلفا، نتحرك نجول ونصول، ولكننا نقف عند حدود ما يحكم به أو يفتي به المرجع، نتوقف عند هذا الحد. هنالك مسائل ليس للمرجع فيها أن يحكم على نحو مصادرة رأيك، يعني أنت عندك بحث علمي مثلا تنتهي فيه إلى نتيجة تاريخية معينة، أو تنتهي فيه إلى نتيجة حتى لو فقهية أو أصولية معينة، ما يصير المرجع يقول أنا أحكم عليك أن تتخلى عن هذه النظرة، لأنه هذه المسألة ليست مسألة تقليدية. صار واضح؟ أنت تنتهي إلى رأي معين مثلا في درس الحوزة، احنا نبحث في درس الحوزة، عندنا بحث استدلالي، بحث خارج، نبحث نصل إلى آراء معينة، هذه كلها في إطار ماذا؟ البحث العلمي، طرح العلمي فقط. في مقام العمل، في مقام العمل، وهذا أنا دائما أكرر على الإخوة الطلبة لما يكونون عندي، أنه في مقام اللي إحنا ننتهي إليه من آراء في الدرس يبقى آراء،
يبقى آراء، لا نجيز لأحد أن يعمل على موجبها. صار واضح؟ لا نجيز. نوصل إلى رأي، مثلا وصلنا ذات مرة إلى رأي إلى أنه مطلق الاغتسال مجزئ عن الوضوء، قبل سنوات هذا الحكي، مجزئ. حتى لو واحد يغتسل غسل استحبابي مثلا فهو مجزئ عن الوضوء. طيب نجيز، حتى أصلا ما أجيز لنفسي فضلا عن الآخرين، أنه أعمل بهذا؟ لا، أتعبد بفتوى المرجع. المرجع يقول فقط غسل الجنابة مجزن عن الوضوء. طيب هل لأنه يفتي هكذا نعطل البحث العلمي نهائيا؟ ما نطرح المسألة بحيث لا يمكن أن نصل إلى رأي مخالف؟ لا أحد يقول بهذا في الحوزات العلمية على الإطلاق. وهنالك مسائل أخرى كما قلنا ليست هي من قبيل ما يفتي فيه الحاكم ويلزمنا به. يعني مثلا وعلى سبيل المثال، احنا عندنا بحث علمي تاريخي في انه عائشة ارتكبت الفاحشة. زين، هسه خلي نفرض السيد المرجع ما ذهب إلى هذا المذهب، ما رأى رأى هذا الأمر. طيب هل معنى ذلك أننا نحن آثمون؟ لا، هذا رأي وذاك رأي، وليس للمرجع أن يجبرك على رأيه. هذه مسألة ليست خاضعة من مسائل التي ينبغي أن يرجع فيها المقلد إلى مرجعي. ليست مواقف المرجعية، هذه مرجعية عملاقة تاريخية عبر عقود، هذه المرجعية موجودة. من الخطأ نحجمها بموقف جهة معين، وماكو هم وجوب على الناس أنه يتخذون موقفنا أو موقف المرجعية. ذاك اليوم واحد متصل أنه ليش أنت ضد المدرسي وما أدري شنو، مع المدرسية شنو، أم علاقات مع علاقات عائلية أم مع شيرازية، مو هالشكل خوالهم السادة الشيرازية يصيرون. زين، قلت له ذاك اليوم، قلت له يا أخي أنت إذا يعجبك، أنت إذا تريد أن تبني على موقف ما تتخذ هذا الموقف ذريعة لك لتأييد هذه الجهة أو رفضها، إذا يعجبك موقف المرجع يروح على الموقف المرجع، إيش عليك بموقفنا؟ إحنا مدى نوجب على أحد، إحنا إذا سئلنا شنو تقييمنا نقول صراحة، لأن هذا عهدي بيني وبين إمامي عليه السلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف، إنه ما أكتم شهادة الحق أبدا. الشيء الذي أقوله في البيت أقوله على الملأ. يعني إذا بالبيت يسألوني الأهل الأولاد يسألوني أنه شنو رأيك بها الشخصية هذا، هناك أقول لهم هاي شخصية لا تتبعونها شخصية مبطلة مثلا، نفس الشيء أقوله على الملأ. ما عندي أنا نفس باقي معممين اللي كلام اللي بالبيت يحكوا بجلسات الخواص الجلسات الخاصة يحكون حكي، وعلى التلفزيون أو أمام العالم يقولون غير حكي حتى شنو يكسبون المحبين وكذا. أنا ما أريد أكسب محبين، أنا بايعها من البداية معروف عني، يعني قضيتي هالشكل بس، فكونا بعد ما عندنا قضية أخرى. هذا أنتوا تسألونني عن تقييمي، تريدون ما تسمعون كلام اللي ما يعجبكم ولا تسألون، تنتهي القضية الحمد لله. أغلقوا باب السؤال عما لا يعنيكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. خلاص، سد الباب السؤال، لا تسأل، مو لازم تسأل شنو رأيك بفلان، شنو رأيك بفلنتا، شنو رأيك بعلان، شنو رأيك بكذا. وإذا إجا الجواب يوافقهم رفعوا الله يحيي الشيخ وما أدري شنو كذا، إذا إجا الجواب ما عاجبهم هذا فتشكل الشيخ يطيح حظه، يطلع عميل ويطلع كذا ويطلع كذا، وكل مصائب الدنيا بي، كل مصايب اللي أكو اللي ماكو بي، أصلا ما جاء في الإسلام ولا في الجاهلية أشر منه إلى هالدرجة. يا أخي خلوكم منصفين، الناس تختلف في تقييماتها، تختلف في رؤاها، ولا ما يصير إحنا نصنم الرجال. خلص، تقبل تثق بتقييمنا خذ به، ما تثق بتقييمنا ماكو وجوب عليك، خلص وانت في حل، الله عز وجل ما راح يسألك عن هذه الأمور، خلص ابني على
على التقييم السائد اللي موجود والله وياك. وهذا ينسحب حتى على الشخصيات التاريخية للعلم، لأنه الناس يعني هذا أهم كلام الجاهل لما يقول أنه هذا حزب وما أدري هم يتعمدون هذا الشيء حتى مثلا يسقطوا الآخرين حتى يرفعوا من مقامهم أو من مقام مرجعيتهم. إذن إحنا سؤال، افترضنا أن هؤلاء منافسون للمرجعية مثلا، مع أنه معظم أموات يعني ما ينافسون المرجعية في شيء، طيب الآن ابن عباس ينافس المرجعية مثلا؟ يعني ابن عباس هسه مثلا آية الله العظمى ابن عباس منافس للمرجعية حتى احنا نسقطه على اساس انه المرجعية تصعد؟ شنو هذا الكلام التافه هذا؟ ابن عباس احنا في رأينا ساقط يلا، مع انه وين هذا كان معاصر للنبي والامير المؤمنين عليه السلام ذاك الزمن 1400 سنة كان عايش، يعني ماكو اي تنافس قبل ما الله يخلق الشيرازية اصلا، إلا إذا تقول بعد هذا استصحاب قهقرائي يصير إلى ذلك الزمان، كان أكو حزب خاص من ذلك الزمان مثل السبئيين وكذا وإلى آخره. هذا كلام باطل، مع أنه المرجعية أم رأيها المنشور والمعلن أنه توثق ابن عباس. يلا هسه شو نسوي؟ المختار منافس للمرجعية، إحنا مختار متوقفين به، لا نمدح ولا نذم، نقول إحنا متوقفين، رأينا رأي العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه مثلا. وهكذا يا أخي سائر الرجال، حتى الذين نقبلهم، يعني حتى الذين مثل الآن مراجع التقليد الموجودين الآن، إحنا نحبهم ونجلهم ونعظمهم، نعظمهم كثيرا ودائما نحرج على المؤمنين أنه يمسون شخوصهم، لكن مو معنى ذلك أنه نوافقهم في كل آرائهم أو مواقفهم أو فتاواهم أو مشاكل، وإلا سددنا باب الاجتهاد كلية. وإحنا من أكثر ما يميز مذهبنا قوة هو ماذا؟ فتح باب الاجتهاد. باب الاجتهاد عندنا مفتوح، أنا عندي دين تلتزم بالسقف المرجعي، تلتزم بالتقليد، ترجع إلى المرجعية، هذا اللي تمشي عليه. أما ما المسألة أي نوازع، هاي تمردية شوية شوية دا تظهر مع الأسف عند بعض الجماعات، هذا لا نقبله. فلذلك أقول إخواني خلونا إن شاء الله نمضي على بصيرة، نكون إن شاء الله على منهج سليم، لا نهتم بالأقاويل هنا وهناك، هذا يرمينا أنه أكو حزب وهذا يرمينا أكو ما أدري شنو وشنو، أنه نسقط إحنا بقية العلماء إلا البيت الشيرازي، هذا كلام من لا خبرة له بالأمور ولا اطلاع أصلا ولا اطلاع. فإحنا هؤلاء الذين يزعم أننا نسقطهم وهم أسقطوا أنفسهم بأنفسهم، هم قلة قليلة جدا من جمهرة العلماء، قلة قليلة. أنا أتحدى أي واحد يجيب أنه إحنا عندنا كم واحد من كم واحد موقف؟ عندنا موقف من الوالي هسه ذكرنا، عندنا موقف من خميني، عندنا موقف منه بعد محمد باقر الصدر، ومن دار في فلكهم كم واحد يصيرون؟ إذا تجمعهم كلهم على بعضهم يطلعون 10، إيش قال يطلعون 20؟ خلي يطلعون 20. زين وينك عن باقي الفقهاء العظام اللي كلهم نعترف بهم ونجلهم ونضعهم على رؤوسنا قديما وحديثا؟ ليش؟ يعني احنا 4 مراجع بالنجف الاشرف نعترف بهم ونقول مراجع عدول، صحيح؟ يعني احنا 4 مراجع بالنجف الاشرف نعترف بهم ونقول مراجع عدول، صحيح؟ يعني احنا 4 مراجع بالنجف الاشرف نعترف بهم ونقول مراجع عدول، صحيح؟ 4 مراجع في قم المقدسه نعترف بهم ونقول عنهم شنو؟ مراجع عدول، صحيح؟ 4 مراجع في قم المقدسه نعترف بهم ونقول عنهم شنو؟ مراجع عدول، ونحترمهم ونجلهم. ذاك اليوم قبل كم حلقة من نفس هاي السلسلة سألوني عن السيد عبد الأعلى السبزواري، صحيح؟ ليش ما سقطت؟ مع أنه قلت في نفس إجابتي أنه قد يظهر خاصة من تفسيره ومن لغته أنه ميال شيئا ما إلى العرفان، يعني إحنا عندنا قضية تدرون مع منهج هذول مسلك العرفان، عندنا هذا مسلك باطل منحرف، ولكن قلت أعتمد على شهادة تلامذته الذين شهدوا لي أنه ماذا هو بريء من ذلك، وإنما هذه كانت نقدر نسميها غفلة، شلون سميه سميه، لأنه تصير أحيانا هاي الأشياء عند بعض العلماء. ما سقطنا الرجل وترحمنا عليه وأجلناه، ليش طيب ما سقطنا حتى إحنا نكون لا إحنا شنو أنه بس شيرازي شيرازي وبس والباقي خصم وهالشكل، يعني الباقي كلهم ما نحترمه ولا نجلهم؟ هذا كلام بهتان، هذا بهتان. لا يا أخي، إحنا عندنا مبدأ نقيم الرجال على أساس المبدأ. إحنا ننتمي للمدرسة التفكيكية اللي تعادي خلط
العلوم الدينية بما يسمى العلوم الفلسفية المستوردة، بحيث يؤثر ذلك على المعارف الدينية وتطوع المعارف الدينية وتجعل طيعة لما يسمونه العلوم الفلسفية. هذا احنا ضده، فأي واحد يميل إلى الفلسفة والتصوف كما حذرنا الأئمة الأطهار عليهم السلام احنا ضده. كذلك نحن ننتمي إلى المدرسة الرافضية الأصيلة، فنعادي كل من يميل إلى الخط البتري، كل من له نزعات بترية بحيث أنه يحاول تبرئة أعداء أهل البيت عليهم السلام من جرائمهم، أو الاقتراب من الاعتراف بشرعيتهم، أو محاولة تلميع صورتهم، أو حتى منع الناس من أن ينددوا بهم وأن يجاهروا بالتنديد بهم، هذا إحنا ضده. فنقيم يعني بناء على هذين الخطين، نقيم الرجال والاتجاهات على هذين الخطين، ما عندنا غير هذا. أما أنت تجيب تحول القضية إلى قضية شخصية، فهذا من الجهل، هذا من الجهل أو قلة التورع. يعني إذا كنت مطلعا فهذا قلة تورع، ما عندك ورع أنت في هذه الحالة، تحاول تصور القضية أنه حزب خاص وما أدري وجماعة خاصة، وتريد أنه يعني تسقط الكل من أجل نفسها وإلى آخره، مع أنه هذا خلاف يعني حتى المنهج، شلون أقول، منهج العرف العقلائي أيضا، أنه إذا واحد يريد يعظم من شأنه ومن مرجعيته مفروض يعترف بالكل حتى يكسب المحبين من كل الأطياف، يكسب المقلدين من كل الأطياف، بعدين هم لو يطالعون زين يشوفون مواقفنا تتباين مع مواقف المرجعية في كثير من الأحيان. هذا كم مرة أنا أتذكر قلت تقريبا هذا المعنى عند يعني في جلسات البث المباشر، أنه أهل الخلاف هؤلاء خاصة دعاتهم الذين حقيقة لا إنصاف لديهم، لو كانوا منصفين لوجب والله أن يقفوا بطوابير، طوابير يقفون أمام باب السستاني يقبلون يديه ورجليه، لأن الوحيد الذي حقن دماءهم منذ سقوط الصنم، منذ سقوط صدام في العراق إلى يومنا هذا، هو هذا السيد. من الأيام الأولى بحكمته برزانته حقن دماء كل الشعب بمعنى الكلمة. أنتوا روحوا اشكروه بدلا من أن تحرضوا عليه، لا يستحون. صدرت الفتوى، فتوى قتال داعش، مبغي علينا، هو قال قاتلوا الإرهابيين، صدرت الفتوى وإذا بهم لا يستحون حقيقة، يروجون في كل مكان أنه انظروا لقد أفتى السستاني بقتال أهل السنة. شوف المسخرة والله العظيم، متى أفتى الرجل بقتالكم؟ هو قال قاتل الإرهابيين، أصلا أنتم بمثل هذا البيان منكم جعلتم أنفسكم كلكم في خانة الإرهابيين. أنتم إذن تقولون نحن داعش وداعش نحن، كلنا أهل السنة، يلا سنة من؟ سنة أبي بكر وعمر وهؤلاء أصحاب المقابر الجماعية. ليش هذا يعني عدم الإنصاف؟ إلى متى؟ بدلا من أن تشكروا هذا السيد الجليل الذي حقن دماءكم، الذي حفظ أعراضكم، الذي استقبلكم بكل مودة، الذي يوصي بمثل هذه الوصايا حتى لا يندفع المقاتلين الشيعة إلى أمور لا يبيحها الشرع أو لا تكون من ضمن آداب الحرب التي تعلمناها عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام، حتى لا يندفعوا إلى ما يخالف التعامل الإنساني مع الأسرى أو مع المحاربين بدلا من هذا، بدلا من أن تشكروه، بدلا من أن تعظموه، أيضا هو ينال من جوركم ما ينال، مكافي منه، بحيث نستشعر منها الإخلاص للزهراء عليه السلام، وأنها تحمل في قلبها هم إسقاط أعداء أهل البيت عليهم السلام وإسقاط المنحرفين في أوساطنا، لأن هؤلاء أعداء أعدائنا في الواقع، هؤلاء هم الذين يضلون الناس. لا نقبل أن أحدا يستقبل المنحرفين المعممين بحفاوة، وهم الذين أفتت الحوزة العلمية ومراجع الدين الكبار بأنهم ضالون مضلون مثلا، فضل الله وأمثال فضل الله مثلا، ما نقبل بهذا الشيء.
ما نقبل تبعثون وفدا لإكرام وتقدير واحد يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه فاشل أو فشل باسم المرجعية. إحنا هذا اللي نحاربه بس أصلا. خلي إحنا نتحدى واحد يجيب لنا موقف واحد من مواقفنا ليس عن حق وليس غيرة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام. خلي يجيبوا لنا أصلا موقف واحد إحنا انتصرنا فيه لذواتنا. موقف واحد أتحدى أنا شخصيا أتحدى. كلها مواقفنا اللي دا يحاربونا عليها هي مواقف مبدئية شرعية، مواقف انتصار لله لأهل لآل الله صلوات الله عليهم، للدين للشريعة. أخي الأكبر، وأنحرج بهذا المدح، ولكن الحق يقال. أروني مرجع تقليد مع احترامي للمراجع المسلمين المؤمنين الورعين الأتقياء. أروني مرجع تقليد يقوم بالتبليغ الشخصي وبهذه النوعية وبهذه الكمية. المراجع الكرام عادة منصرفون إلى حامل أعباء المرجعية ولا يتوفرون ولو جزئيا للتبليغ الشخصي عبر المحاضرات باللغتين العربية والفارسية. أما هذا المرجع فبالإضافة إلى اجتهاده العميق وتقواه الشديدة وورعه الشديد وأخلاقه الفاضلة وأنواع التبليغ التي يقوم بها، لا ينسى التبليغ الشخصي المباشر بنفسه ومنذ سنوات عديدة قبل تسنمه المرجعية وبعد تسنمه المرجعية وإلى الآن. محاضراته باللغتين العربية والفارسية للرجال والنساء معروفة على بعض الفضائيات وفي السيديات والمنزلة على الكتب المطبوعة. أنا وصلني طبعا هذا الخبر أنه واحد من هالخطباء بالكويت وقاعد يروج كلام ضدنا ويهاجمنا على المنبر. وعادتي ويعلم الإخوة مني هذا الشيء أني متى ما وجدت نقدا موضوعيا رصينا ولم يجب عنه أو عن جله مثلا من ذي قبل قد ألتفت إليه وأرد عليه. أما إذا أحسست بولو يعني أقل سمة شخصية في الموضوع، يعني كحرب شخصية ومنبعها الحسد أو منبعها ثأر لموقف سابق مني مثلا، ما أرد ولا ألتفت. لذلك ما كنت ملتفتا، ومع هذا كله يعني ما التفت وقلت إيه نعم خلي الرد عليه. كان الإخوة يرجعون لي يعني إنه هذا خلي شنو موقفنا شنو نرد عليه ما رد. مو فد شغلة مهمة، يعني ليست مسألة مهمة، وتجاهله أجدى. نعم إذا سئلت أجيب،
وهذا الآن أنا سئلت وقد أجبت. لكن الشيء الذي حقيقة يعني أستطيع أن أقول أنه أثر في نفسي، يعني أثر بخاطري، خلني نقول هكذا، بالنتيجة أنا بشر لحم ودم أتأثر. يعني أنا إلى يمكن البارحة، إلى البارحة يعني قبل أن يبلغني هذا النبأ الذي أبلغوني به البارحة، وأنا كنت في يعني على وشك أن أبدأ أعمالي يعني في الليلة المباركة ليلة القدر، فأنا كنت إلى ذلك الحين أقول مهما كان، مهما صدر من هذا المعمم يعني بالذات، يمكن جعله في سياق النقد، وإن كنت أعلم أن الدافع فيه شخصي، وإن كنت أعلم ذلك، والدافع الشخصي يعرفه بعض المقربين وبعض المطلعين أيضا. القضية عبارة عن أنه يريد يفش خلقه مثل ما يقولون، يريد يعني يثأر ينتقم لذاته. ليش؟ لأنه ارتكب خطأ كبيرا تمثل بأنه ذهب أفراد ممن يفترض أنه يربيهم على العلم وعلى التقوى وعلى خوف من الله عز وجل وعدم تبجيل المنحرفين، ذهب هؤلاء إلى البالون المنحرف الضال المضل وبجلوه وعظموه. طلبت مدرسة الشيخ المفيد التي تتأسس أو تأسست بعد سقوط يزيد العصر عليه لعن الله وبإشراف سماحة العلامة الشيخ حسين الأميري دام عزه، وبإشراف سماحة آية الله العظمى السيد الصادق الحسين الشيرازي، وأنقل تحيات العلامة الشيخ حسين الأميري لشخصكم المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سماحة السيد ويعلي شأنه وقدره. وممكن كثير من الطلاب والعامة يقولون نحن نستفيد من السيد من خلال الفضائيات والمباحث العلمية اللي كان يطرحها السيد، ولكن هذا لا يكفينا ولا يشفي قلوبنا إلا عندما ننظر إلى السيد ونسمع من السيد ونصافح السيد ونتبرك من السيد. ونسأل الله التوفيق لجميع علمائنا الأعلام، والله يحفظ جميع علمائنا ومرجعياتنا، ونسأل الله التوفيق لطلاب حوزات النجفي وكربلاء وجميع الحوزات الباقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بالمقدمة أيضا أشكر الإخوة الأعزاء الأساتذة والطلاب الذين جاءوا من هذه المدرسة، وأدعو لهم بالتوفيق إن شاء الله ولخدمة مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فكان لنا موقف أنكرنا فيه عليهم وعلى من يفترض أن يكون مسؤولا عنهم، وطولب من أجل ألا يعني يناله شيء من حدة لساننا، طولب بأن يوضح موقفه أمام الناس وأن يقول إني لم أرسل هؤلاء إلى ذاك، وهو قال هذا الكلام ولكنه امتنع عن نشره. جبان. مع ذلك إحنا ما يعني تطرقنا له لا بالاسم ولا بحدية، مع أن الناس يعرفون عنا أننا في هذه المواقف حادون، وقبلنا أيضا بعض الشفاعة وبعض الوساطة في شأنه للعلم، ولا أريد أن أعرض هذه الأمور على الملأ. فهو اعتبر ذلك خدشا في شخصيته. لماذا؟ لأنه وجد جماعة من المحبين لنا ممن تمنهجوا بمنهجنا هذا ردوا عليه وأنكروا عليه هذا الذي صنع، بعدما امتنع جبنا من أن يوضح موقفه لله عز وجل ولأهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم، في أنه لا يوافق على ما نسبه إليه هؤلاء، لأن هؤلاء لما ذهبوا هذا الوفد المخربط الذي ذهب لذلك البالون قالوا نحن نبعث لك بتحيات فلان اللي هو هذا. احنا قلنا أنت بعثت التحيات؟ قال لا. إذن لازم توضح موقفك أمام الناس، نسبوا إليك شيئا. هذه لطخة، لطخة هذه، أن يذهبوا إلى مبتدع وينسبوا إليك شيئا. فهو جبن عن ذلك. مع ذلك نحن يعني تشفع له وقبلنا الشفاعة فسكتنا ولم نحمل عليه كثيرا، خاصة أننا لاحظنا قبل بداية خطابنا في هذه المسألة اللي كان قبل شهر رمضان بفترة، لاحظنا أن القضية بدأت تتحول إلى شخصية، وأنا عادتي ما أدخل في حروب شخصية، أدخل في حروب دينية فحسب.
فمع علمي أقول مع علمي بأن الدافع له دافع شخصي، إلا أنني مع ذلك أجريته على سياق النقد، قلت لا بس بالنتيجة نقد وخلي ينتقد مو مشكلة، والناس راح تميز. ما عندي حاجة، ما أرى حاجة لأن أرد على كلامه، لأن الناس فقط عليهم أن يرجعوا إلى محاضراتنا القديمة، إلى كتاب تحرير الإنسان الشيعي مثلا، إلى السلاسل البحثية القديمة، يجدون الأجوبة على الذي يشتره ويكرره هكذا على المنبر بلا فهم وبلا تفقه أيضا. ولكن إلى البارحة، البارحة لما أبلغني أحد الإخوة في المكتب هذا الخبر حقيقة يعني جرحني، قلت أنا بالنتيجة لحم ودم وأتأثر، أنا بشر، أنه هذا راح قال على المنبر، أنا طبعا لم أسمع له إلى الآن يعني ما أدري بالدقة ماذا قال، لكن هذا مضمونه، أنه في سياق هجومه علي قال ما مضمونه إنه قد اتصل عليه، يعني اتصل علي أنا ابن المرجع ونصحني لمدة ساعتين للكف عما أنا عليه، ومع ذلك لم أنتصح، إلى أن قال لي ابن المرجع أنت تريد تقتل أبويا بهذا الذي تصنع، وأنا ما اهتميت. أنا لما وصل لي هذا الخبر حقيقة تألمت، يعني بالنتيجة يحس في خاطر الواحد يا أخي على منبر أهل البيت عليهم السلام في ليلة استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، كذب وبهتان، الله أكبر، يعني أما يكون عندكم شرف في الخصومة؟ يعني تارة واحد يخاصمك بس شريف، مشكلتنا هي الفجور في الخصومة، الله أكبر. ما أجد مع الأسف هذا هؤلاء الذين يخاصموننا إلا يكون جزء من خصومتهم لنا الكذب والبهتان. ليلة قدر، شهر رمضان، ليلة شهادة أمير المؤمنين، على منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ليش تكتب يا أخي على الناس؟ خاف الله، حرام عليك، متى صار هذا الكلام؟ والله ما اتصل علي لا ابن المرجع ولا غيره ساعتين ينصحني وأنا ما أنتصح، ولا قيلت لي هذه الجملة قط أنت تريد تقتل أبويا. ما أدري هاي الشائعة منه أطلقها ومنه مروجها، وشلون هذا يروح يكررها على المنبر؟ وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ما صار، ليش تكذبون على الواحد؟ واجه بشرف، برجولة، خاصم برجولة، باحترام، رد الحجة بالحجة، ليش تتوسل بالأكاذيب والبهتان والافتراءات؟ هذا أسلوب العاجز، هذا الذي يجعلكم مفلسين. والله إن الذين يتبعوني ما اتبعوني إلا لما وقفوا على أكاذيبكم وانحداركم إلى هذا المستوى. كانوا في البداية يتصورون أن لكم شيئا من الحق، لكن بس يشوفون من عندكم مثل هذه الأكاذيب المفضوحة يقولون سقطت عدالتهم، ولولا أن الطرف الآخر على حق ما كذبوا عليه كل هذه الأكاذيب. شنو هذا اللي صار؟ منين جايبين هذا؟ أنه ابن المرجع شكل قال لي أنا الذي أقتل السيد المرجع؟ أنا اللي ما أهتم بحياة السيد المرجع؟ أنا الذي أعرض السيد المرجع للقتل؟ ما تستحون على هذا الكلام. أنا الذي أفدي روحي، هذه أفدي السيد المرجع بروحي. ليش الكذب عليه؟ هواي كذبوا عليه صراحة بمثل هذه الأقاويل، يحاولون أن يدقوا إسفين بيني وبين المرجعية من أيام الكويت، أنا بالسجن يكذبون علي. جاءني واحد شخصية مشهورة الآن في الكويت، سارتني في السجن، شخصية شيعية شيرازية، جاني بالسجن وقال لي أنا اسمح لي تأخرت ما زرتك لأنه أنا كنت ضدك بصراحة، إلى أن اكتشفت الكذبة عليك. ضحكوا علينا، قالوا لنا أنه أنت من قبل ما تدخل السجن السيد المرجع بنفسه مكلمك بالتليفون وقايل لك لا تفعل هذا الفعل، وأنت قلت له مالك، ما يخصك أنت، اعمل باجتهادك وأنا أعمل باجتهادي. فأنا أخذت موقف، قلت هذه إهانة للسيد المرجع هذا الكلام، فما وقفنا معك، وقلت ما راح أروح أزورك بالسجن ولا كذا ولا كذا. إلى أن فد يوم فكرت، فد ليلة قلت لنفسي يمكن يكون الكلام كذب على الرجل، قضية شائعة منتشرة ويعني مسلمة صارت عندهم،
مع الأسف الشديد. يقول خابرت أحد الإخوة العاملين في بيت سيد المرجع من الإخوة المعممين. قلت له أرجوك اسألي سيد المرجع. يقول رجع لي الجواب، اتصل علي قال لي الآن أنا طلعت من حضرة السيد المرجع وقلت له أنتم بالفعل قايلين لفلان هذا الكلام؟ قال حاشا لله. يقول فقلت لي حتى أستبرئ ذمتي، حتى يعني تبريل الذمة، الآن أنا أزورك وإبريل الذمة. أنا ضحكت قلت بعد الأكاذيب كثيرة، بس مع الأسف أنه الأكاذيب تنقل على منابر أهل البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعدلوا اثنان. سنبين ما هي الدوافع التي جعلت الشيخ المهتدي يرفع سلاحه في وجه الشيخ الحبيب حفظه الله، وهل هذه الدوافع شرعية أم غير شرعية؟ هل هذه الدوافع من أجل دين الله، من أجل المنهجية الشيرازية والمرجعية الشيرازية كما هو يدعي، أم لأسباب شخصية؟ قال السيد مصطفى الشيرازي في كتاباته، وللملاحظة هذه الكتابات نحن رددنا عليها وأفحمنا السيد مصطفى في ردودنا الكتابية والصوتية، وأتى من بعد ذلك الشيخ المهتدي بعد أن فندنا ادعاءات السيد مصطفى وأتينا بالشهود الذين كذبوا أقوال وكذبوا ما طرح وما كتب السيد مصطفى، بعد أن فعلنا كل هذا يأتي المهتدي ويمتتح هذه الكتابات ويبني عليها ويتجاهل ردنا ويتجاهل الشهود الذين أتينا بهم. على العموم، ماذا يقول السيد مصطفى في رسائله التي كتبها في فقرة من الفقرات؟ يقول السيد مصطفى في حرب البيانات والتصريحات التي تلت مهزلة المزاد، تهجم مسؤول موقع القطرة على الشيخ عبد العظيم المهتدي في الفيسبوك. لاحظوا أخواني، أرجو الدقة. تهجم مسؤول موقع القطرة على الشيخ عبد العظيم المهتدي في الفيسبوك بكلام أخجل من ذكره. طبعا السيد مصطفى يقول بكلام أخجل من ذكره، ونحن رددنا عليه في رسائلنا، قلنا له ترى عندما كان السيد مجتبى السيد الوالد يتفوه بتلك الألفاظ النابية، هل كنت تخجل أم لا؟ فلم يرد جوابا لنا. تهجم مسؤول موقع القطرة على الشيخ عبد العظيم المهتدي في الفيسبوك بكلام أخجل من ذكره لا يتفوه به إنسان ملتزم، فانزعج الأخير أي الشيخ المهتدي بشدة، وبدأ كتاباته المشهورة. زين، الآن السيد مصطفى يعترف ويقر، وهذه الكتابات أيدها وباركها الشيخ المهتدي، يعترف ويقر بأن الدافع الذي جعل الشيخ المهتدي يكتب ضد الشيخ الحبيب هو شنو؟ هذه القضية المزعومة التي سنبين زيفها وكذبها، وسنبين إن شاء الله أن الشيخ الحبيب بريء منها. فانزعج الأخير، انزعج ممن؟ انزعج من التهجم من مسؤول موقع القطرة. طبعا هذا ادعاء، سنفند هذا الادعاء إن شاء الله. فانزعج الأخير بشدة،
وبدأ كتاباته المشهورة ضد الشيخ ياسر. فحاول بعض الأصدقاء من المحروق قلبهم على المرجعية تهدئة الشيخ المهتدي لكي يقللون من المشاكل بين المحسوبين على المرجعية. وبالفعل هدأ شريطة أن يرى موقفا من الشيخ ياسر تجاه تصرف مسؤول موقعه. واضح إلى الآن؟ فتواصل أحدهم مع الشيخ ياسر في هذا الخصوص، وكانت بينهما صداقة حميمة وأسفارا وقعدات على حسب تعبير السيد. وواصل الإلحاح عليه لاستخراج بيان يتبرأ فيه مما كتبه مسؤول الموقع، لكن المسؤول الموقع ولكن دون جدوى. فنتيجة تبدلت هذه الصداقة الشديدة إلى مفارقة بل أشد منها، واستمر الشيخ المهتدي في كتاباته. يعني حسب ادعاء السيد مصطفى بأن مدير موقع الشيخ الحبيب تفوه بكلام بذيء على الشيخ المهتدي، والشيخ المهتدي انزعج فبدأ يكتب ضد الشيخ، وتدخل شخص لإنهاء هذه المشكلة وطلب من الشيخ الحبيب أن يتبرأ مما كتبه مدير موقعه. فرفض الشيخ وعاد واستمر الشيخ المهتدي في كتاباته. طبعا إلى الآن هذا كلام السيد مصطفى، طبعا أيضا أكرر سوف نفند هذا الادعاء. لكن المحاولات لتهدئة الطرفين استمرت إلى أن أوقف الشيخ المهتدي كتاباته. هناك وساطات ويعني تدخلات أدت إلى توقف الشيخ المهتدي، بل تغيرت لهجته نوعا ما تجاه الشيخ ياسر. ففي إحدى الحوارات بيننا كتب عن الشيخ ياسر: الشيخ الجليل ياسر الحبيب، هذا السيد مصطفى يقول. لكن شيطان الشيخ بدأ بالتحرك مجددا، فاستأنف الهجوم عليه في البث المباشر من دون أي مبرر. كان يحاول إثبات أن الخميني اعتنى بالبكريين أكثر من الشيعة، وكان يمكنه الاستناد إلى شواهد متنوعة، لكنه ذهب إلى أحد كتب الشيخ المهتدي ليذكر القصة، وتعمد ذكر اسم الكتاب وتعمد ذكر اسم الكاتب حتى من دون لقب الشيخ، ثم تهجم عليه فاستأنف الشيخ المهتدي كتاباته. تهجم شخصي، يعني هذا يبين أن التهجم على الشيخ الحبيب هو بدافع شخصي وليس من أجل المنهجية ومن أجل الدفاع عن المرجعية الشيرازية. طبعا هذا الكلام مردود، لأن حسب ما بلغنا أن الشيخ الحبيب لم يذكر، هو انتقد قضية معينة، انتقد شيء معين، ومن حق الشيخ أن ينتقد يعني بطريقة يعني علمية وبطريقة موضوعية. فلماذا ينزعج ويبدأ بكتاباته والتسقيط وكذا من أجل قضية واحدة؟ ثم أنت يا أخي رد على القضية، يعني رد على نفس القضية، لماذا تفتح هذا الصراع وتذهب إلى فلان وعلان وكذا وكذا حتى تستجلب الأنصار لك في هذه المعركة من أجل دافع شخصي؟ طيب هذا كلام السيد مصطفى الشيرازي، وهذا الكتابات يعني هذه الكلام أيده وباركه الشيخ المهتدي. طيب هناك أيضا كلام صدر عن الشيخ المهتدي يقول فيه، طبعا يؤكد هذا الكلام، يؤكد كلام السيد مصطفى في كتاباته في
طبعا هذا حديث راجعوا ستجدونه إن شاء الله، لا أعتقد أن الشيخ المهتدي ينكر يعني. يقول المهتدي عفوا في اليوم الثاني من الإفراج عني، المهتدي في صفحته على الفيسبوك، وهذه الرسالة أظنها قبل 5 أيام يعني بتاريخ 23 فبراير. يقول المهتدي في اليوم الثاني من الإفراج عني بعد قرابة السنتين في المعتقل هاتفني سماحة السيد المرجع، طيب على كل حال يكمل هو، إلى أن يصل في هذه الأثناء قرأت، هو يقول المهتدي في هذه الأثناء قرأت مقالا شتائميا لهيئة اليد السفلى، ويعبر عنها السفلى الكويتية، ضد السادة المدرسين وبلغة الدفاع عن الشيرازي، وكنت أفكر أنهم من الشباب العاديين، فكتبت لهم بأدب أن كفوا عن هذه الخلافات، تكفينا آلامنا من كل صوب، وإذا بهم ردوا علي بمقال بذيء جدا وكلمات سوقية، سألت عنهم فقيل لي أنهم الشيرازية من جماعة ياسر الحبيب وفيهم مدير موقع القطرة. هنا شوفوا، هنا كتبت رسالة مباشرة إلى سماحة السيد المرجع، ثم سافرت بعدها بشهرين لأتابع الأمر. لاحظوا إخواني، الدافع شخصي. جلست مع سماحة السيد حفظه دام ظله الشريف ونجله حفظه الله، وعدد من مسؤولي المكتب وأنجال المرجع الراحل، وبعض رموز هذا الخط أمثال الخطيب الحسين الشهير سماحة السيد باقر. الله أكبر أيها المهتدي، يعني ما خليت أحد، يعني من أجل كلمة أو من أجل مقال كتب ضدك من قبل هيئة انتسبت يعني وقيل لك أنها تابعة للشيخ الحبيب أو من مؤيدي الشيخ الحبيب تفعل كل هذا؟ الله أكبر، يعني أكو أمر جلي وأكو جلاء وأكو وضوح أكثر من هذا الوضوح على أن الدافع هو شخصي؟ طيب يكمل، وسافرت إلى كربلاء والتقيت بكبار الخط، يعني سافر إلى قوم وسافر إلى كربلاء والتقيت بكبار الخط أمثال آية الله سيد مرتضى والدكتور محسن القزويني والسيد مهدي الشيرازي، والتقيت أعضاء المكتب المرجعي مثل العلامة ناصر الأسدي وآخرين، فتكونت لدي مجموعة من هذه اللقاءات فكرة التصدي للفتنة الياسرية، وأخذت عليها الضوء الأخضر من صناع القرار. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لم يعطه أحد الضوء الأخضر، وكان ضوءه الأخضر يعني الظاهر أنه رآه في إحدى الطرق التي يمشي بها فتشابه عليه الأمر. طيب أيضا هناك كلام أيضا يؤكد هذا الأمر للشيخ المهتدي، يقول فيه طبعا هو حوار أو ما شابه، يعني سؤال كان موجه له، هل يمكننا سماحة الشيخ أن نعتبركم رائد التصحيح في الخط الشيرازي؟ المهتدي هو يقول، المهتدي الآن يجيب، كلا، لم يكن هناك انحراف كي يتم تصحيحه، إن هذا الخط المبارك فيه رجال ساهرون على قيادته نحو أهدافه التي رسمها المرجع الراحل وأيدها المرجع الحاضر ويتبناها آل الشيرازي وطلاب مدرسته المتميزة، أنا لست إلا أقلهم. نعم، الآن شوفوا إخواني، الآن يبدأ بسرد القصة التي جعلته
يبدأ بهجومه على الشيخ الحبيب حفظ الله. نعم، بادر ياسر بلفظة ساخرة تجاهي واقتدى به مدير موقعه القطراء بكلمة فحش، وهذا ما دفعني لقراءة هؤلاء الذين كنت أعرف عنهم بعض الأشياء ولكني لم أتتبع تفاصيل مشروعهم التسافلي. ولما تتبعت اكتشفت أن القضية أعمق مما كنت أتصوره، وكلما كتبت شيئا المهم إلى آخره. فتلك القضية كانت سببا لاستلامي هذا الملف. أي قضية؟ القضية هو أن مدير موقع الشيخ الحبيب كما هو يدعي، والآن إن شاء الله سوف يتبين لنا، هو يدعي أن تلك القضية كانت سببا لاستلام هذا الملف. القضية هي أن مدير موقع الشيخ الحبيب تهجم عليه بكلمات بذيئة. انظروا يا أخواني، الدافع شخصي، الدافع شخصي، وإلا لماذا سكت المهتدي قبل هذا التهجم من مدير موقع الشيخ الحبيب كما هو يدعي؟ يعني الشيخ الحبيب الآن له أكثر من 10 سنين وهو ينتهج هذا المنهج، بل أكثر يعني. وأيضا باعتراف السيد مصطفى واعترافه هو. طيب الآن نبين، هل فعلا أن مدير موقع الشيخ الحبيب تهجم على الشيخ المهتدي بكلمات بذيئة؟ يعني هذا الذي تهجم هل هو فعلا مدير الموقع أم لا؟ وما هي القصة بالتفصيل؟ الآن يطلعنا عليها الأخ محمد، وهو يعني ملم بهذا التفصيل وملم بهذه القضية. إن شاء الله في التسجيل القادم سيتضح لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعدلوا 3. سوف نستمع إلى الأخ محمد، وهو الشخص الذي كتب عن الشيخ المهتدي ما كتب، وتسبب في أن الشيخ المهتدي يحمل راية التسقيط والتهجم ضد الشيخ الحبيب. سوف يتبين إن شاء الله بالدقة والتفصيل هل هو فعلا كان مديرا للموقع، وهل كان الشيخ الحبيب له علاقة بما كتب هذا الشخص وهو محمد أم لا. نستمع إليه إن شاء الله وسنعلق. السلام عليكم أخي العزيز، شلون صحتكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ممكن يعني جنابك تذكر لنا القصة، قصة المهتدي، شيخ المهتدي، والقضية التي أثارته وسببت يعني انفعاله، واتهمكم يعني انكم قذفتوا وما شابه. واذا ممكن ايضا يعني تبين لنا هذه القضية، هل الشيخ الحبيب له علاقة بها او لا؟ وقبلها، قبل ما تتكلم اخي العزيز، بس ممكن تشرح لنا ما هي صفتك في الموقع، موقع الشيخ الحبيب؟ يعني هل جنابك مدير الموقع او تعمل بالموقع براتب مثلا بكذا بتطوع؟ فارجو تشرح لنا يعني صفتك في الموقع وتتكلم عن القضية وتشرحها لنا، تفضل اخي العزيز. اهلا وسهلا. الموضوع اخي الكريم، بس اذا ممكن تعلي صوتك لان احس حتى يكون واضح، يعني تفضل. ان شاء الله. اخي الموضوع يرجع الى سنة 2012. في سنة 2012
2013 كأنها كان 2013 على ما أعتقد اللي هو بداية أو أول ما انتهى الشيخ الحبيب من جامعة التبرعات للمسجد. نعم. وفي ذيك الفترة كان توا أطلقوا صراحة الشيخ المعتدي من السجن. وكان توا منتهي حملة جمع التبرعات للمسجد. وكان في هيئة اسمها هيئة اليد العليا في الكويت. في أيام التبرعات للمسجد الشيخ امتدح الأخ محمد النيل في خلال برنامج التبرعات، وهذا الجزء تسجل ورفع على ما أعتقد في موقعهم أو في صفحتهم في فيسبوك أو شيء هالكلام يعني. وفي نفس الوقت أيضا ما انتهت الحملة كان في تغريدة لمهدي المدرسي. هذه التغريدة ابتهى فيها الشيخ الحبيب أنه متسبب في سفك دماء الشيعة. فاللي حصل يعني أن هيئة اليد العليا اللي في الكويت ردوا على هذه التغريدة. ردوا على هذه التغريدة لأنهم ردوا الكلام على مهدي المدرسي نفسه أنه أنت أبوك هو اللي متسبب في سفك دماء الشيعة وليس الشيخ الحبيب. وهذه هي الحقيقة يعني. لأنه دعم ثورة البحرين، لأنه دعم ثورة يعني حرض على الشباب على دعم ثورة البحرين. أي نعم نعم. أي بهذا الموقف يعني قالوا إنه دعم الثورة وقاعد يحرض على النظام وهذا هو يعني التحريض. بس ملاحظة عزيزي محمد، التحريض على النظام والتسبب يعني في قتل الشباب يعني هذا مبرر لديهم، لكن الدفاع عن مظلومية الزهراء صلوات الله عليها بشكل علني كما يفعله الشيخ الحبيب هذا غير مبرر، لأنه قد يتسبب في يعني سفك الدماء وما شابه. نعم تفضلوا. فهذا اللي هو ردوا على هذا ردوا على تغريدة مهدي المدرسي. فهو هذا الفعل يعني المحتل البحراني راح طلع بيان وهذا المصبنة وما أدري شنو وكلام كتب كلام يعني محمد النيل كأنه كان بعد في البيان لعنة الله عليه وعلى من يؤيده يعني نصرة للسيد هادي. نزل البيان نصرة للسيد هادي صحيح؟ يعني هو لأنه شايف مقطع أنه هو الشيخ الحبيب يؤيد محمد النيل، فهو كتب يعني تعريض ما جاب اسمه يعني جاب يعني بيان مصدره وهكذا اللي تحس نعم جناه لعنة الله عليه وعلى من يؤيده بهذه الطريقة يعني بيوصل اللعنة إلى الشيخ الحبيب. نعم نعم. فالمهم وبعدين كانت الدماء وشهداءنا ودماء شهداءنا وثورة البحرين وشنو يبغى يوصل رسالة بالبيان مالي يعني. أنا كنت في السجن وهو ما كان في السجن، هو كان برا السجن يعني وقت المحاضرة المقطع اللي شايفه مشلون ما أدري هو هذا ولا هذاك أدري كان. فإنه شنو يقول يعني يبين الشيخ أنه مؤيد للحديث وأنه ود الثورة وود ما يشاء وهاي المنطق يعني. نعم نعم. فالهيئة اليد العليا ردوا على هذا البيان، فردوا على هذا البيان اللي هو مسوي، وكان البيان منشور في موقعهم ما أدري هو موقعهم لا زال موجود أو لا. المهم وردوا عليه هذا الرد نشروه في الفيسبوك. هذا البيان لما نشروه في الفيسبوك جاب تعليقات، فعلق شخص يعني قال لا تاخذوا من مصير هلا هو يعني قابل للهداية، أنه يعني شفنا أنه شخص يبين أنه معاند يعني واضح أنه جايب بختان جايب هالمنطق.
فيبين انه معالج. فانا قلت كتبت تعليق او صفتي يا شخص اي شيء صفتي الشخصيه كتبت تعليق. بس قبل بس ابو محمد قبل ما تقول لي انت جنابك شنو كتبت، انت شنو كانت صفتك في الموقع الرسمي للشيخ الحبيب؟ انا متطوع يعني انا اقدم اعمال او شيء خدمه في الموقع يعني، بس انا لا مدير ولا اي شيء. يعني انت ما كنت مدير الموقع، انت يعني مثلا شنو الاعمال، يعني شنو الاعمال التطوعيه اللي تقدمها للموقع مثلا؟ يعني اعمال مثلا تدوين محاضرات من هاي القبيل يعني. نعم، يعني ما كان جنابك يعني مديرا للموقع او مثلا لك صفه رسميه في الموقع؟ لا لا ما لي اي صفه. طيب اي نعم، الان جنابك انت وصلنا انك كتبت بصفه شخصيه، ماذا كتبت؟ استنتاجنا يعني. استنتاج من ماذا يعني؟ من ماذا استنتاج؟ استنتاجنا يعني احنا اللي قلناه مبني من هذا الاساس. احنا كما قلت لكم سمعنا ان احنا من السيد احمد الماجد. نعم. في ايام دور يعني في ايام الثوره في ايام على المنصه هو قال. نعم. قال في اربعه من علماء الدين الشيعه تعرضوا للاختطاف في سجون ال حديث. فهو يعني هذا منهجهم يعني ما الاشخاص المعلمين مع رجال الدين. هو يقصد هذا المعنى. زين؟ فاحنا شنو كتبت؟ يعني بهذا المعنى انه هو يعني هذا الشخص تو خارج من السجن واحتمال يعني من هالباب واحتمال انه تعرض للاغتصاب وهذا الشيء، ومع هذا هو ما غير منهجه وما يعني ما تعلم شيء من السجن. هذا المعنى كتبنا. طيب جنابك كتبت وبعدين شنو صار لما كتبت؟ بعدين هو دخل ابنه يدافع عنه. دخل ابنه يدافع عنه ويعني بعدين شفنا ماله صلاح قلنا حذفنا التعليق. حذفت التعليق بعد 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 كم مده يعني بعدها؟ ساعتين او ثلاث ساعات يعني بعد ساعات قلائل يعني انت حذفت التعليقه. اي حذفت التعليق وشفته. شفت مالها صلاح. طيب الشيخ الحبيب يعلم بهذه التعليقة له علاقة مثلا؟ يعني هل جنابك استشرته مثلا او لا؟ هو لان هم يقولون ان الشيخ الحبيب شخصي كلام التفار يعني ما له اي ربط في الشيخ. ما له اي ربط وانت تشارك بصفتك الشخصية صفحتك الخاصة صحيح؟ في العالم يعني يعني هذا المعنى. طيب انت تراجعت وحذفت التغريده يعني التعليق؟ سوء ظن النظام ما يعتبر يعني اساءه او شيء. انت يعني كنوع من تبيين واحتمال عرف التعليق في السجن، فاين الاهانه في الموضوع؟ يعني انت كنوع من تبيان الاعتداءات التي حدثت في السجون ذكرت هذه القضيه. زين بعدها حذفت التغريده كنوع من او حذفت التعليق كنوع من التراجع، قلت يعني ماكو مصلحه وكذا، لكن ماذا حدث يعني؟ شوف شلون هم كبروا القضيه وكذا يعني. وانا حذفت التعليق وكان في موضوع ثاني ما ادري شنو في وخلوا ابنه عليه وقال لي انت تعليقك ضد الوالد احنا سجلناه وابنا نسخه منه وصورناه وما نسكت وما رديت عليه. فالمهم يعني شفت بعد مو بس هالتعليق هذا، قلت اصلا هذا تكلمت الاخ محمد الامين قلت له اصلا حتى هذا البيان كامل اللي انت كتبته والتعليقات اللي عليه وهذا كل البيان اصلا هذا احذف المنشور كله صار حذفه. يعني ليش الهيئة اليد العليا شنو كانوا وشنو كانوا كاتبين؟ هم كانوا كاتبين رد على المبتدئ. رد على كل حال على الرياضة اللي هو كاتبها ضدهم يعني. يعني انت حتى هذا المنشور حفظوه بعدين. انت اخي العزيز جنابك الان يعني وضحت لنا الحقيقة ان شاء الله، واريد اعرف بس جنابك يعني تؤكد على هذا الكلام الذي قلته وتقسم؟ لا
اقسم بالله العظيم انا قلت هذا الكلام. يعني تقسم ان الشيخ الحبيب ما له علاقه وهم وجدوا الذريعه ما له اي علاقه؟ نعم هذا هو. نعم والله العظيم ما له اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد. احسنت هو هذا احنا اردنا ان نتبين. طيب ممكن كلمه توجهها الى الذين يسمعونك الان او سيسمعون صوتك وكلمه الى المهتدي يعني بشكل مختصر وسريع. هو هذا المهتدي يعني حتى مع المساواة معهم كان عندي لا ذره شوي من الاحترام. فلما مرت فتره كتب بيان ثاني كتب ان هذا الشخص اللي علق وقال كذا وكذا انا حققت في الموضوع واكتشفت انه عميل للمخابرات الخليفيه. يعني جنابك عن جنابك يتكلم. هذا الشيء يقصدني انا. يعني بهتك الان جاء دوره زين حتى يعني يبهتك يعني. الحين هو يعني يسوي نفسه ورا وهذا بس هو يقلق الناس مو مشكله. يعني متأكد انك تابع للمخابرات الخليفية صحيح؟ هو يقول يستحل الكذب يعني شخص معاند يتكلم من حسد وحقد وهذا يعني انا بشيء من الاشياء اللي اضحتها يعني كان من ضمن التعليقات انه هو الشيخ يعني هو هذا المفتدي او هذا شنو بيكون يعني نفس اللي هو هذا آل ياسين يعني شنو في واحد مرجع كان المراجع اللي كان لهم فتوى ضد السيد محمد الشيرازي رحمه الله عليه. هو كان في مرجع من المراجع صادر فتوى فهذا يعني نحى الحين ما حد يعرفه اصلا. فانا قلت هذا من هاي ضمن التعليقات اللي كتبت انه هذا يعني المفتري بيصير نفس الشيء. على كل حال شكرا لك أخي العزيز. و نعم الآن توضح لنا وتبين أن الدافع دافع هجوم الشيخ المهتدي على سماحة الشيخ الحبيب وعلى المنهجية الرافضية الأصيلة هي دوافع شخصية وليست منهجية. نحن الآن في ختام هذا أو في ختام هذه الرسالة نكرر الدعوة للشيخ المهتدي دعوتنا له للمناظرة. تعال يا الشيخ المهتدي تعال وناظر حتى إن شاء الله تتبين الحقائق. وهذا التسجيل وهذه الرسائل هي أعتبرها أنا بروفة واستعراضا للمناظرة التي إن شاء الله سوف تقبلها أنت. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
هذا التيار الذي ننشئه والذي تمدد بحمد الله تعالى ليس تيارا تمرديا على المرجعية أبدا، ليس تيارا تمرديا ولا هذا الذي يراد له. وكما أننا لا نصنع مرجعية بديلة على فكرة يعني، فالمهم هذا لا، إنما هذا تيار ناهض يتسقف بسقف المرجعية، بطبيعة الحال انتخب مرجعية يراها الأعدل الأعلم الأشجع، تسقف بسقفها، هو غير معني ببقية المراجع أو المرجعيات إلا بقدر الاحترام. أما بالنتيجة الحكم والأمر والنهي إذا أريد لهذا التيار أن يقف عند حد أو يواصل إلى حد، فالوحيد الذي يستطيع إيقافه أو أمره بأن يسير باتجاه آخر مثلاً هو شخص السيد المرجع دام ظله. سيد المرجع باعتبار أنه هو السقف الذي يرجع له هذا التيار بيده الأمر والنهي، حتى إن أصدر لا سمح الله حكما بأنه أصلا هذا التيار ينحل، يصير التيار المنحل، عرفت شلون؟ إحنا راح نتألم، قلوبنا ستتألم لا شك، بس لازم نمتثل. ليش لازم نمتثل؟ لأنه هذا الطريق الذي رسمه المعصوم. الإمام عليه الصلاة والسلام قال تخضعون للمرجع سواء كان ماذا مصيبا أو مخطئا في نظرك. ليش؟ لأنه برقبته يوم القيامة هو راح يتحمل المسؤولية، إحنا طالعين سالمين. ما دام لم يحكم فنحن ماذا في حل، في موقف شرعي سليم. عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف هو طريق المرجعية في زمان الغيبة، هذا الطريق الذي رسمه المعصوم، قال فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. خلص إحنا نقول سمعا وطاعة، نقول خلص ما دام الإمام المعصوم عليه السلام أمرنا بأن نرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط الصائن لدينه الحافظ الصائن لنفسه الحافظ لدينه المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، هذا إحنا نرجع له خلص. هو يأمر إذا أمر، يعني إذا افترضنا، وشنو الفائدة أن يكون سقفا مرجعيا؟ أنه له ولاية الآن علينا، فإذا افترضنا أنه يأمر أمرا ما أو ينهى نهيا ما يتدخل، هو إلى الآن ما تدخل، نفرض أنه يوما ما يتدخل يأمر بشيء معين، إحنا نقول فورا سمعا وطاعة، إلى حد أنه له الحق شرعا، له صلاحية الولاية الشرعية أن يقول أنا آمركم أن تسدون قناة فدك، تنسد قناة فدك خلاص ما نقدر نخالف. عرفتوا القضية وين؟ المسألة هكذا تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين ثلاثة. الآن بعد أن برأنا ساحة الشيخ الحبيب حفظه الله مما نسب إليه ومما اتهم فيه، الآن نريد أن نعرف هل الذي اتهم الشيخ الحبيب بالكذب هل هو مبرأ من الكذب أم لا؟ أنقل لكم قصة.
بعد أن حدثت هذه القضية، قضية المزاد واشتروا الأرض، بدأ السيد مصطفى في بمحاولة للتأثير على أشخاص كانوا يعملون مع الشيخ الحبيب وكانوا مريدين له ومحبين، فاستدعاهم وطلب منهم أن يأتوا، فأتوا، فبدأ يتكلم معهم ويحاول أن يؤثر عليهم ويثبت لهم بأن الشيخ الحبيب هو كذاب، والشيخ الحبيب لا يمتثل لأوامر المرجعية، والشيخ الحبيب يجب أن يعني يترك وما شابه. فالجماعة بعد ذلك حاولوا أن يتأكدون من صحة هذه المعلومات، وهي عدم امتثال الشيخ الحبيب لأوامر المرجعية. فحدثت اتصالات مع بيت المرجع حفظه الله، ويعني بعض إيراد بعض المعلومات، تبين أن لا، هذا الكلام غير صحيح. فأتوا مرة أخرى للسيد مصطفى وقالوا له: أنت قلت لنا بأن المرجعية غير راضية عن الشيخ الحبيب، ونحن ذهبنا واتصلنا وتأكدنا أن هذه المعلومات وهذا الكلام غير صحيح. فماذا قال لهم السيد مجتبى، السيد مصطفى؟ السيد مصطفى قال لا، أنكر ذلك، قال لا، أنا لم أقل، أنا قلت بأن الشيخ ياسر لا يمتثل لأوامر الوالد وليس المرجعية. فهنا ماذا كان ردة الفعل من الإخوة والأشخاص الذين كانوا يسمعونه؟ طبعا الأشخاص هم الأخ حامد عديلة والأخ أمير فوجيان، وهو يعرف الأخ أمير فوجيان جيد، يعرفه جيدا، واستشهد به في مقالاته، وهو يفترض أنه من الثقات لديه، حتى في بعض كتاباته قال أن الأخ أمير فوجيان ذهب إلى السيد المرجع وسأله 40 سؤالا وأجاب على الكل، فقط سؤالا واحدا لم يجب عليه، وهو: ما رأيك، ما موقفك من زيارة السيد هادي لفضل الشيطان كما يسمونه؟ فقال أن السيد لم يجب، ثم قال: موقفي هو موقف أخي. فإذا الأخ أمير فوجيان هذا من الثقات لدى السيد مصطفى. طيب الآن نسمع الأخ حامد يتكلم عن هذه الحادثة، ومن ثم نسمع الأخ أمير فوجيان ماذا يقول. المدرسية وتورطهم بالقضية على تعال، بعدين أعتقد ما صارت وراها بل اتصل علي سيد مصطفى قال لي تعال. أول شيء أعتقد راد محمد جواد هم عديلي، فمحمد جواد كان ملتهي، وبعدين طلب أن يقابل أيضا معاي أمير فوجيان اللي هو نسيب السيد المرجع نفسه. أول ما جلس يعني تقريبا هو كان يريد يلمح أن الشيخ ياسر يكذب ومتشن وما يمتثل لأوامر المرجعية، وسيد المرجع مو قابل عليه، هذا مضمون كلامه بالبداية. فقال نصا عندي رابط مباشر يبين أن سيد المرجع مو قابل على الشيخ ياسر. بعد ما رجع لذي الليلة أنا وأمير، أمير كلم أخوه الشيخ فؤاد اللي حوالين السيد المرجع كان، واختهم زوجة السيد المرجع، بين ان هذا الشيء بعد الاستفسار انه مو صحيح هالكلام. ثاني يوم بعد ما شو اسمه لقينا هم، ثاني يوم كان او ثالث يوم الله اعلم ما ذكر تدريب من عندي انا، من لقينا سيد مصطفى نكر قال شو اسمه، قال لا انا ما قلت لكم رابط مباشر السيد المرجع مو راضي، انا السيد مو فهني. أنا صراحة صار عندي جدا يعني طاح سيد مصطفى من عيني، بحيث أنه نكر يعني اثنيناتنا مو معقول اثنيناتنا ننكر،
وانا هم اكدت على امير، قلت له خاف ان انا سمعي مو صحيح، قال لي والله والعباس، قلت له انا هم والعباس هالشكل سمعته، قلت له انا مستعد بهذا الشيء. من هذاك اليوم صراحه صار ارباك يعني بهالشخصيه، صار اكو ترديد بنقل الكلام، فخسرت هذه الشخصيه صراحه، خسرتها من ذاك الجسم. لكن بنفس الوقت كنت احترم سيد مجتبى وقدره، وكنت بفكري صراحه بيني وبين نفسي هذا التفكير الداخلي ان هذا مو سيد مجتبى، انا شخصيا. على اي حال شو اسمه بالجلسه الثانيه ايضا من ذكرت انه خلاص بلغت الشيخ والشيخ يمتثل لهذا الشيء وخلاص قطع بعد انتم تردونه، فسال سيد نعم هذا الاخ حامد يشرح هذه القضية. الآن تسمع الأخ أمير فوجيان ماذا يقول. رحلة يمسك مصطفى، بعدين سيد مصطفى بأول قال لي يابي بس أكو شو اسمه فد لينك يعني خاص من مرجعية وما يقبلون يعني شو اسمه تصرفات الشيخ ياسر، يعني هذا الحكم من مرجعية مو من هاي حامد كنت شنو موجودي. هو حكى ساعتين ثلاثة وعالمهم يعني وقال يعني شيخ ياسر ما يديمنا ولا يتواصل ويانا ولا يشن يديمنا ولا يجيب اسمنا وهواي يعني كان حكايات يعني هسه يجيب مو يعني يعني مكاني بس اني اسولف. بعدين اخر شيء طلعني بعد شهر شهرين نوادي بالضبط شوكت هو قال لي امير تعالى انا كيف احكي وياك. وبعدين هو جزمه حكيت وياه قلت يابا هذني حكايات من مرجعيه من شو؟ هو قال لا مو من مرجعيه من وادي. او نعم اخواني يتبين الان ان السيد رعاه الله متهم بنفس التهمة التي ألقاها على الشيخ الحبيب، وهذه التهمة ليس أنا الذي اتهمته بها، لا، هناك الأخ حامد والأخ أمير هما اللذان يقولان بهذه القضية، مو مني القضية، لا أبدا. فإذن كيف يبرئ نفسه السيد مصطفى؟ نقول ينطبق المثل الذي يقول رمتني بدائها فانسلت.